السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البنات اليوم متواجدة في واحد المحل اللي معروف بزاف بلجيكا، وهو الكاديزي اللي فيه المواعن رخاصين بزاف، يعني بأثمنة مناسبة كيف ما كتشوفوا الباكيات الكيسان بأورو. واللي باش نوريه لكم في هذا المقاطع في هذا الفيديو، ما كتشوفوا التواصل الخاص، الكيسان هذا ما بأورو 95 باكية. هنا هاد الباكيات الكيسان داتاي 12، فيها 12 بجوج الاورو، وهذا ملا على حساب العصير بأون اورو، فيها 6 من 14 الاورو. هذا المالطة، مهم اثمنة متعددة كيف ما كتشوفوا، لا سواء الملاطين كولتشاس كلشي. تلقى ناول وحدة كاين السجادة بجوج الاورو. وهنا عندهم هاد الباكيات الفوطات فيها زوج فقيله، حتى هي بجوج اورو. هنا الكورتشات وديك الشيء، شنو قلتي يا شيماء؟ كريستوس ان اسبانيا بان 50 اورو. هذه بنت خي قالت هادو في اسبانيا كيسوا 100 اورو، وهنا ب 50. هذا ماشني، هذا البانيو كاينه الزريبيه هذيك بأربعة اورو، وما كاينش الالوان اخرى، كاينه غير هذيك. لاتي بنصور الثمن، 3 اورو 95 سجاده حمراء، ولكن ما بيهاش كتبان مزيونه، انا عنهز وحده. هذا ب 14 الكبير، ب 12، هذا ب 11 صغير، هذا ب 12 على حسب الثمن كل واحد، كنو هذا ب 9، هذا الصغير ب 7 اورو 50. هذا ب 16، ها هو كبير، هادو هادوك الطواجن. هذا بالطراب الثمن ديالو 39، هذا 29 اللي مواصل، واللي صغير 29، ها يا ربي 19، ها هو الصغير 19. هذا بالطراب، وهذا الإينوكس، هذا ها هو الثمن ديالو 9 اورو 5، يعني رخيص صراحه مزيون. الكاليطه ديالو مزيونه، زعما بنات انا في كما قلت لكم في الكاديزي. شوفوا السواني هذه، اختاها شرياها من المغرب ب 30 الفرنك، يعني ب 30 الاورو، وهنا كنعمل 14. ها هنا تشوفوا السواني ب 14 الاورو، 14 شوف قداش نيوم زيونه تقالين ديك النوع اللي تقيل. هذا ما 17 الاورو، فيهم زوج الصغيره والكبيره، ها شوفوا هذيك الدوري، هذيك بلاطا، هذا الموديل هذا هو بلاطي، هذا هذا 17. وهنايا اللي عندهم الرجلين هادي ب 16 مزيونه، 16 هادي الكبيره ب 18، كبيره ب 18، هادي ب 14 موديل اخر ما عندوش الرجلين، هذا ما ب 5 اورو و95. هادو اليومي الاستعمال اليومي مزيونين، جوج ب 5 اورو 95. وعاد كاينين هادو،
هذا ما ثلاثة سواني مع بعضهم 15 الأورو ها وتسعين. ها هما شوف ثلاثة 15 الأورو تسعين، الصغيرة والمواسطة واللي لا عندها. صراحة الرخا هنايا بزاف. كاينين هادو يمكن كنظن انا خويهو كيجي مع بعضو هيدا بعشرة أورو. أخويهو ها شو كيجيو ثلاثة بعشرة أورو ولا لا هادو 25، ولأن هادو كاليدات ديالهم قوية على ياخرين. هاد المقالي هادو جدادين، هادي بستة الأورو غارقة، ستة الأورو 75. كسرونا بثلاثاش ولكن طيفة لها. كاين هادو 22 مزيونين. المقالي هذا من 5 أورو و50 قليل، وهذا 5 أورو و80 كبير عليها 26 سنتيمتر، فهي مزيونة. كاينة هذه 6 أورو، هذه الكبيرة صراحة رخاصة. والمول طيفل شوفوا 5 أورو و50 طيفل رخيص مرة. فوقو التواصل ب 24 أورو. ما كتشوفوهم مزيونين، فيهم 24 بياسة. كان هنا البلانشة تاع البنات شو هذه زعما صغيرة ولكن كبيرة الصراحة 29، واللي مواسطة ب 45، واللي كبيرة ب 55، ولكن كبيرة بزاف. شوفوا قداش لايف 12 دزلافات ب 4 أورو و90. أنا عندي زدة زلايف، كاين نوعيات ها، كاين هادو، كاين هاد النقشة هادي، وكاينة هادي، كاين هادو. شوفو شحال مزيونين هادو، التمن ديالهم معرفتش باش 11 الأورو ها 11 و90. كاين هذا ب 13 الأورو و90 ب 13. واصل كبير 48 سنتيمتر 7 أورو. ها هو شوفوا قداش صلالون كبير بزاف. وكاينين هادو بجوج أورو، هذا من الغريف اليومية بجوج أورو. دي 3 أورو و50 هو مزيون. هذا طويل 3 أورو و50 كما كتشوفوا، وهذا ب 6 أورو ولكن هذا كبير. خمسة أورو 15، شو شحال مزيونين باقين كيسدكو السلعة. حنا جينا كيف فتحو معلقة 2 أورو و50. المولس هادو، هادو عاديين لأني ما عرفتش الثمن. هادو الطيفال أورو، أورو بس
كسعات، هذو الكسعات ها بثلاثة أورو، هذي جوج أورو خمسين. هنا البرما والكسكاس 17 أورو. البرما والكسكاس آخرين، هذا اللي كبير بثلاثة وعشرين، ما كتشوفو مزيون، واللي صغير عليه 22.90، وهادو النوعية أخرى بخمسة وعشرين. هذا بخمسة وأربعين. هذا الطناجر هذو خويقو. هنا هاد المقلة هذي ثقيلة الصراحة، 13 الأورو. هذا مكبارين طناجر للفرح غزلان 36. هذه زعما كتخلي كيعملوا لها كيشعلوا لها الشميعات هنايا وكتخلي الماكله سخونه 39. طناجر الساعة هما هنا أثمنة متعددة، هذه بأربعة وخمسين، يعني غالية شوية الصراحة. واللي عاديين ها الثمن ديالهم، هذه بتسعة وعشرين كبيرة حتى هي، وهذه بخمسة وثلاثين، وهذا الطناجر كبار. عندكم خويقو د المواس كما كتشوفو، الثمن ديالو تسعة الأورو تسعين. هنا هاد الخويقو هذا 18، وعاد هاد الخويقو هذا بثلاثة أورو تسعين. الطبيصلات هادو أثمنة متعددة، هادو القاع ديال المغارق وهما هيدا، الثمن ديالهم جوج أورو خمسة وثلاثين، كاين ثلاثة أورو، المهم أثمنة متعددة، هذا بأورو ثلاثين، جوج أورو خمسين، يعني كبارين الصراحة، جوج أورو تسعين، زوين. هذا أورو خمسة وعشرين. كاينين هادو تزليكات خمسة وخمسين سنتيم، هادو أورو خمسة وثمانين، كبارين ماشي سكيتوين. هذا بلاستيك، هاد الباكية د الكيسان بجوج أورو خمسين، كيسان د العصير أو د الما، هادو بجوج أورو خمسين، فيهم ستة بجوج أورو، هادو بربعة،
باربعة. ثلاثة أورو هذا الباكية بثلاثة أورو. هذا ثلاثة أورو خمسين باكية. هذا بأون أورو باكية فيها ستة. هذا بثلاثة أورو. هذا بأون أورو. هذا بخمسة فيها 12 يعني ستة الكيسان وستة الطبيصلات ديالهم. هذا بأربعة أورو خمسين فهي فيها 12. ها هنا هذا ديالنا المغرب ثلاثة أورو تسعين باكية. هادو خمسة حق مزيونين يعني صحاحين. هادو تقالين على يا خري خمسة أورو تسعين. هنا يا هادو سبعة أورو خمسة وتسعين. هاد البول هذا كبير تمن ديالو تسعة أورو خمسة وتسعين. خرون الثمن ديالو هذا. وهنا هذا براد ديال اتاي تركي ستة أورو خمسة وتسعين. دابا دخلنا لواحد المحل تركي آخر تشوفو على ديكوراسيونات فيه. كاين هاد الطويجنات ثلاثة بعشرين أورو ماشي طوجنات يعني القشقشة مزيونين. هادو كيجيو بحال الطواجن. هذا ب 14. هادو ب 12. هذا غالي شوية على الاخر هاد المحل هذا. هذا ثلاثة غراتان جين عندهم هذا ثمانية أورو زيون. وهذا الكبير بأربعتاش بتسعتاش. عندهم هادشي هذا بخمسة. هادو كيجيو مزيونين الثمن ديالهم تسعة أورو. شفتو الصينية بطناش أورو هنا الغلا على ياخر. خمسطاش هادو بأورو. هاد المحل هذا فيه الغلا شوية على ديك كاديزي. هادو بثلاثة الأورو فيهم ستة الكيسان وستة الطبيصلات. صراحة مزيونين تمن مناسب. هادو بأربعة. ثمانية اثناش. كاين حاجة في الأثمنة مناسبة وكاين من نملا. تبع أربعة الأول
خبز لايب 5 يورو مزيونين الصراحة، 6 زلافات 5 يورو مزيونين. ها هما هنا الأشكال وأنواع. هاد الكيكات تقيل ب14. هنا بحال هذا انا كنت شريته من انترنت، ولاني عادي كنت شريته ب17 اليورو، هنا عامل 8.90 يورو. هذا ما ب15 تقالي سون غوابوس. بحال هذا عندي ها هو مدور عادي يا صافي البنات تحملوا هذيك تحملوا بزاف. بحال هذاك عندي انا، هذا كنشوفو بزاف في القنوات التركيه شفتو انا في ديك، ولكن غالي الصراحه 15 الاورو. شوف 15 هذا ب14.90، 15 شو هذه شحال مزيونه 15 الاورو بلاستيك ماشي الزاج. هاكا كي هاد الكيسان بحال اللي شريت تقريبا، هذه 5.90 يورو، هادو ب10. قبيل شفناهم اللي هن رخا البنات. هذا ما هما المشتريات اللي شريت، شريتها جوج طويجنات بأورو الواحد كيف ما كتشوفوا. يمكن لكم تعملوا فيهم فروتو سيكوس، ولا تعملوا فيهم الزيتون ولا الزيت، المهم اللي بغيتوا. شريت جوج من المرب من اللي منا واللي اللي مربع، وجوج من هالنوع هذا، هذو ستيتوين على اللي مربعين. هذا ما بأورو الواحد، هذو من عند المحلات المغاربه. شريت السجاده كما قلت لكم ب4 الاورو، وهاد الباكيات الكيسان الاستعمال اليومي بجوج اورو، فيها 12 كما كتشوفوا. وهاد البراد ب14 اورو مزيون كبير، هذا من الكاديزي. والطبيصلات هذا ما بجوج اورو الاستعمال اليومي، 3 بجوج اورو الواحد. والطاجين، الطاجين هذا مزيون صراحة، هنا الطوابع ديال اليدين العواول بقاو كيف نزلتو بقاو كيهتكو بيه، تقيل كيمشي لهاد النوعية ديال البوطات كاملين، يعني سواء اندوكسيون فيترو كلشي. هذا 9.95 الاورو من نوع الكبير ومزيون. دابا نجربو ونقولكم الكاليدات ديالو كيفاش عامل. دابا وصلنا لنهاية الفيديو، جزاكم الله خيرا على حسن المتابعة، وانتظروا الفيديو القادم ان شاء الله اللي باش نوري لكم فيه الحي المغربي اللي في بروكسل وبعض الاحياء الاخرى. ومع السلامة الى فيديو اخر ان شاء الله.